السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد رضا، والنهاردة هتكلم معكم في حلقة رقم واحد عن اختبار ستيب. في بداية الموضوع خلينا نوضح إن مصادر وتجميعات وكل شيء يتعلق باختبار ستيب حاجات كتيرة جدا جدا جدا، لدرجة إنه في بعض الأحيان بيصعب على بعض المعلمين اختيار المادة العلمية اللي يبدأ إنه يشرح منها للطالب. في بداية ما يتصل الطالب بيا مثلا وأستاذ مثلا أنا بختبر أو عندي اختبار ستيب، عايزين تجميعات عايزين ملفات، فبيكون في تشتيت للأمر، يعني مجموعات كثيرة جدا أو جروبات كثيرة جدا موجودة في تطبيقات مختلفة، أشار على التليجرام، ملفات لا حصر لها، تجميعات للقراءة والقواعد والاستماع وتدريب على القواعد وأشياء كثيرة جدا جدا. فالطالب بيبدأ يدخل في مرحلة من إن هو مش قادر يعرف هو هيعمل إيه بالضبط، يعني تعدد المصادر واختلاف المصادر وكثرة المصادر، كل ده بيصعب الأمر في بعض الأحيان على الطالب. لذلك كان الحل هو توفير تطبيق ستيب اللي إحنا اشتغلنا عليه مجموعة من المعلمين المختصين بتدريس اللغة الإنجليزية، حاصلين على درجة الماجستير في طرق التدريس، بالإضافة إلى أو بالتعاون مع بعض المبرمجين المختصين في برمجة التطبيقات. والحمد لله وصلنا في نهاية الأمر إلى تطبيق هالا ستيب اللي هو حاليا متوفر على الأندرويد، في خلال الأيام القليلة القادمة سيكون متوفر على الأب ستور. في بداية الأمر خليني أوضح لك كده شفهي فكرة التطبيق بدايته إلى نهايته، ويكون في فيديو ريفيو للتطبيق اللي هو الفيديو اللي بعد دوت ان شاء الله. التطبيق كطالب انت بتدخل كل الماتيريال اللي انت محتاجها، سواء كانت تجميعات او تدريب او حد يصحح لك، يعني كأن في مدرس موجود معاك في البيت، بداية من اختبار تحديد مستوى عشان تعرف مستواك، ومش اي اختبار تحديد مستوى، لا اختبار على مستوى عالي جدا. بعد انتهاء اختبار تحديد المستوى اللي هو بيتميز في الاربع مهارات اللي هم بيكونوا موجودين في الاختبار، اللي هو اول شيء الليسننج، بعد كده بيكون في عندك الريدنج، وبيكون في عندك الجرامر، وفاينالي بيكون في عندك جزء خاص باللانجوج كومبوزيشن او الكومبوزيشنال اناليسيز اللي هو التحليل النصي او تحليل المفهوم للجمل الموجوده عندك. طيب بعدين بيكون في بعد ما ينتهي الاختبار بشكل عام اللي هو تحديد المستوى، بيطلع لك في الاخر خالص المهارات المتقنه والمهارات الغير متقنه. المهارات المتقنه من حيث ان انت مثلا القواعد انت متقن للمضارع البسيط والمضارع المستمر، بس محتاج تراجع مثلا المضارع التام والماضي التام. في الكومبوزيشن اناليسيس يطلع لك ان انت متقن لعلامات الترقيم اللي هي البنكتويشن رولز، بس مش متقن لترتيب الجمل وهكذا. فبيطلع لك الاشياء اللي انت محتاج انك تركز عليها بالفعل، تختلف من طالب لطالب، وده بيكون عامل مهم جدا 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 عشان ما تضيع وقت كتير جدا في المذاكره، وبعدين ترجع تلاقي نفسك كنت بتذاكر شيء انت اصلا متميز فيه. النقطه اللي بعد كده ان احنا بيكون في عندنا يعني مجموعه من الاختبارات التجريبيه المفتوحه مجانا لجميع الطلاب، تبدا ان انت تعمل براكتس عليها، بيكون في فيدباك فوري على الجمل اللي انت موجوده عندك، سواء حليت صح او خطا، وبيطلع لك سكور متوسط للدرجه بتاعتك في نهايه الاختبار. دي كده معلومه بسيطه عن تطبيق هالا ستيب، وعن كيفيه عمل التطبيق، وعن الاشخاص اللي هم شغالين على التطبيق، مستر منتصر عبد الله ومستر احمد رضا، كلاهم حاصل على ماجستير طرق تدريس من كليه تدريب المعلمين بلندن، اللي هو دبلومه ان تيسل او بنسميها تيتشنج انجلش از ا سكند لانجوج فور نون سبيكرز اوف انجلش لانجوج ليفل 7 اللي هي ايكوال تو ماستر ديجري، بالاضافه الى شهادات اخرى كل واحد فيهم متميز في جزء هنبدأ نوضحها بعد كده طول فترة الكورس إن شاء الله رب العالمين، أو طول فترة الفيديوهات اللي إحنا هنقدمها ليكم على مدار الفترة القادمة إن شاء الله رب العالمين. أتمنى يكون المعلومة دي بسيطة ووضحت. لو عندك أي استفسار، عندك أي كومنت، عندك أي ملحوظة على التطبيق أو على أي شيء ليه علاقة بالتطبيق، يا ريت تكتبها في التعليقات، وهسيب لينك اللي هو رابط الدخول على قناة التليجرام، او رابط الدخول او رابط تحميل التطبيق في الاندرويد، وبعد كده هنزل برضه رابط التحميل للتطبيق في الاب ستور. اتمنى تكون المعلومه بسيطه ومفيده، ولو في اي استفسار يا ريت تكتبه في الكومنتس تحت الفيديو. شكرا لكم.